على وليداتكم وحيديكم على الاهل ديالكم. اذا انتقلنا الى منطقه زواغه الاهله بالسكان، وبغينا نعرفوا اليوم كيفاش الحمله التحسيسيه كاينه، كيفاش الناس كيشوفوا الكوفيد 19 وشنو بغاو يقولوا لنا اليوم. مساء الخير. مساء الخير لاله. بحال اللي كتشوفوا ان ارتفعت الحالات بزاف ديال الكوفيد 19، شنو بغيتي تقولوا للناس اللي كيشوفونا؟ كما تنشوفوا بالنسبه للمواطنين الحالات ارتفعت بزاف، كنشوف بان الناس التباعد ما كاينش والاحترام ما كاينش ديال المسافه، وضع الكمامه الانسان كيدير مسائل بحال اللي كيستهزئوا بهذا الوباء، تيحسبوا شي مسائل عاديه، ووسائل ديال التطهير ما كاينش والاحترام والتباعد. وكنطلبوا من هاد المواطنين باش ياخذوا هذا الشيء بالجديه ماشي بالاستهزاء، شيء راه جدي خص الانسان يتعامل شويه بالنظافه والاحترام والتباعد، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يبعد علينا هذا الوباء وعلى هذه الامه الاسلاميه ونعيشوا كلنا. المواطنين اللي كانوا كيعرفوا بان الكمامه يعني ماشي شي 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 مساله زعما مساله ثانويه، يعني يعني ماشي ضروريه، وهي بالفعل هي راه مساله اساسيه وضروريه من اجل الوقايه الانسان من كوفيد 19 من كورونا. وان الناس ما كانوش كيعرفوا بان كاين السجن من 300 درهم حتى 1200 درهم اللي ما ارتداهاش كغرامه، بطبيعه الحال كغرامه بالمنطقه. اليوم رحنا درنا واحد الدوره تحسيسيه حول الكمامه والتباعد والنظافه، كنحسوا المجتمع المدني المقاهي كيديروا التباعد، الحلاقه باش غادي يحاولوا يديروا هذيك النظافه مزيان. وحنايا اليوم مع السلطات المحليه والدرك الملكي وجميع الاعوان السلطات بالامن وكل شيء مجند وراء هذه الحمله. انت كتشوفوا اليوم درنا بالسوده كامله، درنا على الشوارع، درنا على جميع المناطق، حسسنا الساكنه بانه خصهم يكون دائما حاضين من هذا الوباء الخطير. علاش خطير؟ لحقاش حنايا دوله صغيره وما عندنا داك الشيء على قد الامكانيات على قد الحال، وهما دابا السبيطار صغير عملوا لنا وغيبقى بنادم غير مزند عندنا في الشارع. شوف دول كبار وحاروا عاد حارك حنا، حنا هذا هو الدور ديالنا كفنانه، غادي نحسوا الناس من المنطقه ماشي غير بهذا النهار، على طيله الايام ديال كورونا حتى ننتصروا عليها. هاد كورونا المعفونه خصنا نقضيو عليها غير بالماء والنظافه والصابونه. اولا كفاعلين جمعويين بالمنطقه، هذه ماشي الحمله الاولى ديالنا، لان سبقت حملات نظمتها الجمعيه بحكم خدات على العاتق ديالها الدور ديالها اللي خصها المانوط تقوم به، هو انه تساهم بدورها في هذه الحملات ضد هذا الوباء اللي هو صراحه وباء كتعاني منه الدول العظمى ماشي غير المغرب، في صعيد دول العالم. الهدف ديالنا من هذه الحمله هو انه كما قلت اننا نوصلوا لواحد الاهداف اللي مسطرها يعني الجمعيه في البرنامج ديالها في هذا النظام، هذا هو انه نوصلوا للوعي التام ديال المواطن انه يعرف بان الوقايه ولا ارتداء الكمامه راه هو السبيل الوحيد والاوحد انه باش يقي نفسه ويقي المجتمع ويقي المحيط. بزاف د الحوايج صفدنا الكمامات بقا نديروهم، نعقمو يدينا ونغسلو بالصابون والماء وناخذوا المسافه. الحمد لله بشعور، لان هذا واجب وطني وواجب احساس ان شاء الله تعالى، لان هذا واجب على كل بامتياز اللي ساهم بلي مويان ديال ترونسبور ديالهم في هذه الحمله التحسيسيه التوعويه. سي بوشا مساء الخير. لا مساء النور في امان الله، كلشي بخير. الشكر لكم والشكر للجميع اللي كيساهم في هذه الحمله. اما حنا ما كنقوموا حتى بشي حاجه، هادشي راه واجب علينا، وكي قلنا من بدا الوباء الله يرفع علينا، هادشي راه واجب. احنا دائما تحت الطالب لجميع الاعمال الخيريه كما بغات تكون الانسانيه، لان هذا حب الوطن. سيف عليك. سي بوشا زراد، شنو رسالة ديالك لجميع المواطنين؟ واللي كنطلبوا من جميع المواطنين أن الإنسان ياخذ الحيطة والحذر ديالو، ويلتزم بالحجر الصحي، يلتزم بالكمامة ديالو بالتعقيم. علاش؟ لأن هادشي راه ماشي كيحمي نفسه، كيحمي العائلة ديالو، كيحمي بلاده. راه ما يمكنش، راه هادشي غادي كما كنقولوا دائما أننا في هاد البلاد بحال السلسلة، شي شاد معاه شي، ما يمكنش راه يتقاس واحد وما يتقاس. ودابا حاليا الله يرفع ربي علينا هذا الوباء، ان ما كاينش شي عائله ما عندهاش شي فرد ولا شي جوج راهم مقيوسين، راه كلشي. نتمنوا الشفاء للجميع وربي يرفع علينا. استاذ معاقين فرع فاس، وكجمعيه المجتمع المدني عندنا في زواغه قررنا اننا نعملوا حمله تحسيسيه مع الملحقه الاداريه بن سوده، وصراحه كانت حمله ناجحه 100%، والمواطنين استوبعوا لهذه الحمله.